ايمي عشان نروح المحكمه. ومحمد وايمي هيتطلقوا بجد؟ يوتو ما تعرفوش ولا ايه؟ دولها المحكمه خلاص. انا تعبت قوي، انا مش فاكره حاجه، انا مش عارفه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. عملتوا ايه؟ انتوا كنتوا فين؟ يا نور الهلال اقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما. لا تنقضي انت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك اذوق حلاوة الايمان. لا تنقضي انت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. عارف الطريقه ما نفعتش، والله انا مش مصدق نفسي، انا حاسه ان هي بتعمل مقلب لغايه دلوقتي. ايه ده؟ لا لحظه واحده بقى، قفولي هنا. هو انتوا مش المفروض متخانقين؟ والمفروض تبقوا ما بتكلموش بعض؟ والمفروض تبقوا متقاطعين؟ وانا وهو ده اعداء؟ انتوا غريبين جدا على فكره. غريبين؟ مين اللي غريب؟ لا براحك يا انت مش فوق. لا اتكلم انت يا احمد عشان انا تعبانه. انت مش يا حاج، انت فوق كنت عمال تقول ده محمد ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا، دلوقتي محمد بقى ابن الحلال دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهم فيه ايه. صحيح انتوا مش كنتوا فوق بتتخانقوا؟ ايه نتخانق؟ نعم. في ايه؟ لا بالراحه بقى، لا الشكل كده في حاجه غلط. لا انا هفهمكم، احنا عاملين الموضوع ده كله انا ومحمد اتفقنا عليه عشان لو امي بتعمل مثلا مقلب او حاجه فينا فنقفشها. فلغايه دلوقتي هي مكمله الاجراءات عادي. يعني انتوا مش متخانقين؟ متخانقين ليه يا ابني؟ ده زي بابايا. ايوه فعلا محمد زي ابني بالظبط، ما اقدرش اتخانق معاه يا ابني، ده جوز بنتي يعني زي ابني. يا رب صبرني يا رب على العيله اللي ما بتفهمش حاجه. لا بالراحه، بص يا حاج والنبي بالله عليك، انا صايم ومش فايق لحركاتكم دي، بعد كده لما تعملوا حاجه بقولوها. طب سؤال بس، اتفضل. عملتوا الكلام ده امتى؟ ما انا لازق فيك من ساعه ما اعرف ما اتخانقت معاها، ولا من ساعه ما فقدت الذاكره لما كنا واقفين فوق لوحدنا. يعني احنا كل ده عاملين حساب ان انتوا هتتطلقوا وان انتوا متخانقين وكل ده، وفي الاخر يطلع مقلب؟ مش مقلب يعني، انا ماليش دعوه بايمي، انا عامل اتفاق يعني طريقه لنا لو هي مقلب يتقفش انا والحاج ابوها. بجد؟ لا بجد، هزاركم اوفر. لا 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 لا، هزار ايه؟ مش هزار يا بنتي، ده اتفاق يعني كنا عاملين كده. فرجتوني عن شعوري وخليني طول الوقت بعيط. وانا كمان كنت متأثرة قوي ان انت وايمي هتتطلقوا، عشان كنت فاكرة ان اي حد اتنين اي اتنين بيحبوا بعض هيتطلقوا. بتلقحي يعني ولا ايه؟ بصراحة؟ امال ايه بكذب؟ ايه ده؟ ايه؟ واقف جنب الزفتة ليه؟ ايه بابا ده؟ صدفة. المهم يعني دلوقتي ايه؟ مش فاهمة. مستنين ايمي عشان نروح المحكمه، اللي هو اصلا صاحب المحكمه او يعني القاضي اللي هيحكم معانا دلوقتي صاحب عم محمد، يعني مش يعني صاحب ابوها بس، مش قاضي حقيقي يعني، قاضي حقيقي بس مش هيحكم حقيقي يعني، فاهم؟ فاهمه قصدي؟ لا اله الا الله يا حاج، احنا بقينا لا حياه المنتو نادي خلاص. طيب ماشي، اصبروا بس، انتوا مش فاهمين حاجه دلوقتي، بس لما ايمي تيجي دلوقتي ونفهم كل حاجه هتفهموا صدقوا. مستنين اهو. طب اهدي بس، اهدي، الموضوع مش خناقة ولا حاجة، انا وهو ما نتكلمش اصلا. يا ربي. وبعدين ما انا طول السنين بقى من ساعة ما جيت، يعني طول السنين ايه؟ من ساعة ما جيت وانا بعمل لابن محمد زي ابني بالظبط، ده انا ما بعملش عمر كده. على ذكر عمر، فين عمر؟ والله مش عارف. دكتور، يا دكتور، انت يا دكتور ابوس ايدك ابوس رجلك. ايوه ابوس ايدك وابوس رجلك وابوس امك وابوك وعيلتك كلها. لا تقول عليا ان انا عندي مرض او اي حاجه، قول عليا، قول اني اهدى بس. في ايه؟ مش كده بس، اهدى. عايز ايه وانا هعمل لك اللي انت عايزه؟ في ايه يا حاج؟ يا حاج
ليه؟ شايف التجاعيد شبرين في وشي؟ ما تكلمني عادل، ده انا ما كملتش 30 سنة. ليه عندك كام؟ وانت مالك انت؟ نسيتني كنت اقول ايه، الله يخرب بيتك. بقولك ايه، قول عندي مثلا اي حاجة في مخي اللي انا لازم اربطه، وان انا تعبان قوي وهستخدم العصيان دي. عصيان؟ ايوه عصيان. بص، وكمان لو سمحتي هاخد الكرسي ده. لو سمحت قوم من على الكرسي ورجع الكرسي للمدام. ايه ده بجد والله يا مدام دي كمان؟ طب ثانية كده بص على المدام، ازيك يا مدام؟ لا دي نايمة ديش. مش ها الا ده انت بتعاكس في المستشفى ولا ايه؟ انا بعاكس؟ لا 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 مش بعاكس، بس امال فين ليلي؟ مين ليلي؟ ما مراتي راحت فين؟ كانت هنا. ها راحت فين يا استاذ؟ ايوه لو سمحت، انت عايز ايه دلوقتي؟ عايزك تقول ان انا لازم اربط راسي، وان انا في مرض خطير في دماغي. بعد الشر عنك. ايه ده، هو انا امر للدرجة دي؟ لا بس واحد عنده عيال عايز يجوزهم يا حاج، اقسم بالله لسه عيالي ما كملوش 10 سنين. طيب ماشي. ايه ده الراجل المصر ان انا عندي 50 سنة ده؟ ما طب قول لي كم عندك؟ عندك كم سنة؟ ابعد عني بقى، ابعد عني، مش عايز من وشك حاجة. لا عايز، قول ان انا عايز اربط دماغي بس. حاضر يا فندم. فندم 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 دي ما تلاقيش عليا خالص، انا باشا رئيس. مهم خليني قاعد في السرير بقى، انا خايف من ليلي قوي، هتقتل امي. دكتورة ندى ودكتورة ودكتورة سالي ومدام ندى ومدام ليلي. ايوه. الاستاذ عمر ماله؟ اهدي يا ندى بقى، فضحتي المستشفى، طلعتي سمعة وحشة على المستشفى. قولها دي حبت الناس كلها. لا كله الا عمر، كل الناس كنت بضحك عليها بس كده الا عمر. طب احترم ان مراته واقفة. ايه ده معلش ما خدتش بالي. ها يا دكتور، هو وقع وقع جامدة؟ ايوه يا دماغي. وبعد كده عايز يربط دماغه. يا عمر معلش اسكت دلوقتي. يا دماغي يا حبيبي، قلنا لهم خلاص. عايز يربط دماغه. شفتي منك لله انت السبب، تعالي لي بقى. خلاص يا ندى. يا ليلي سوري يا ليلي، خلاص معلش، عشان خاطري انا مش عارفه انت مستحمله ازاي. صاحبتي القدر يريد القدر ان تكون هذه الفتاه صديقتي. او ماي جاد سالي، قصدي انا متلخبطه ما بينك انت وهي. ليلي يا ندى. ايوه اهدي شويه، هاديه بس هو مش هادي، ما يخليش الواحد هادي ابدا. ما انا قاعده مع 24 ساعة مش مدياله حقه. انا ماليش دعوه بقى، شوفوا عايزين. سلام. يا ربي نفسي مره تقدريه. ايه ده، ده لو كان جوزي، وان شاء الله هيبقى جوزي في المستقبل يعني، كان زماني حافظت عليه جدا وما خليتوش يتضايق ولا يزعل ولا يشيل هم حاجه ابدا. انما انتي ما خليهاش الهم الدنيا كلها وعلى طول. روح يا عمر، تعالى يا عمر، هات يا عمر، شيل يا عمر، خد يا عمر، فوق يا عمر، تحت يا عمر، يمين يا عمر، معلش شمال يا عمر، انزل يا عمر، اطلع يا عمر. ايه في ايه؟ انت اللي في، انت حافظه كل الكلام ده قد ايه؟ قعدتي قد ايه تجمعيه؟ طلع من دماغي دلوقتي بقى، انت غيرانه مني؟ يوه ندى اهدي شويه، هتجيبي للست جلطه. وماله، خليها تموت وتغور وانا اتجوزه. يوه هو ليه بيزهقوا مني كده؟ انا مش بقول حاجه غلط، هو حد قال له يبقى كده؟ رميتيني يا ليلي؟ رميتك يا عمر. وعايزاني اسامحك بقى؟ لا هو انت كده كده هتسامحني اصلا، يعني غصب عن عينك هتسامحني، عشان كده كده مش انا اللي غلطانه، انت عارف ان انت اللي غلطانه. خلاص مسامحك اصلا. الحمد لله. ليه دي رميتك؟ ما ينفعش تسامحها. معلش يا ندى بقى، مضطر. ايه اللي مضطر؟ ايه اللي مضطر؟ اهدي يا ليلي، بهزر. واضح والله العظيم. لا اقول لبابا. لا خلاص معلش يا ندى، ما تفضلي، عشان والله يعني بابا انت ما شفتيهوش قبل كده. ايوه يلا بقى نمشي ونسيب مراته معايا، عشان بابا شرس جدا. شرس بس يا عمر استني. اطلعي بره بقى يا ندى. يوه وبعدين انت غيرتي امتى؟ ازاي لحقتي تغيري اصلا؟ انت جايبه كام طقم معاكي في المستشفى؟ مش عارفه، جايبه ربع الدولاب هنا في المستشفى، عشان افرضي رحت اقابل عمر في يوم من الايام، او هو جه، او حصل زي اللي حصل كده، فاجيله يعني عادي، بسيطه وسهله ومعروفه. يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا صايمين يا ندى بقى، ما تلمي نفسك. عارفه ان احنا صايمين والله. تعالي
تعالي لازم ننزل. انزلي يا ندى روحي اوضه العمليات، انت مش وراكي شغل؟ انزلي يا ندى يا حبيبتي. يلا انت وراكي شغل يا ماما يا حبيبتي، انزلي يا ماما. يلا ندخل يا بنتي. اوكي يلا. هو احنا بقالنا ساعه بنمشي ليه؟ بنمشي يمكن تفتكري حاجه. افتكر انا فاكره كل حاجه. انا مش قلت لك خلاص بقى ما تمشيش معاها عشان نفكر بقى ما كناش متفقين على الحته دي. عشان ايه؟ عشان انا عايزه اتطلق. صح دي كملت هي. المهم ايوه يا حبيبتي هتطلقي منه، وانا مش راضي ان انت تتجوزيه. بس يا عمو حرام عليك. بس يا بنتي. يا ماما ليه بتعملي فينا كده؟ والله سيم ما كنتش متوقعنا احرج. اما محمد وايمي تكوني طلاق يعني مستحيل. وما كنت متوقعه نهايتنا ايه؟ بس الله يعني متالفه دلوقتي. بس ولا حاجه، بس ما تهدي كلامي في دماغك خالص، لان كلامي ممكن ما تفهموش او تفهموه بس بمقلوب يعني. مهم. طب يلا بقى نروح المحكمه، انتوا عمالين تمشوني كتير قوي وانا تعبت. تعبي كمان. الواضح ان احنا نسينا ان انت حامل بصراحه. اخرس يا لهوي. حاضر. طب يلا نروح المحكمه. يلا. اوعى ما تلمسنيش، انا من النهارده ولا انت مراتك ولا انت جوزي. طيب يلا نروح المحكمه. يلا. هنعمل ايه؟ والله مش عارف، دي الحكايه بتزيد، دي ما بقتش عايزه تمسك ايدي حتى. معلش يمكن كده كده انا هخليها تمضي على اوراق مزيفه يعني اكيد. طب حالتها الصراحه بتسوء كده يعني مستحيل، دي مش راضيه تفتكر حتى. خلاصي كمان فرقت وماتت هناك، يعني هنعمل ايه؟ لو ماتت هناك هنعمل ايه؟ صحيح لو ماتت هناك وفعلا حاطت في دماغها انها تطلق هنعمل ايه؟ مش عارف، بس هي ممكن يجيلها الذاكره انا عامل حساب ان هي يجيلها الذاكره واحنا في المحكمه. طب يا جماعه لو فعلا ماتت انا عندي فكره. انت ممكن ناخدها معانا البيت ونضحك عليها ونقول لها عشان تلمي هدومك بكره وكده، وباباها مثلا يقول لها ايوه عشان مثلا هاخدك بكره ونسافر مثلا يعني كده نضحك عليها. طيب مش فكره حلوه دي. اوكي طب يلا نروح نشوف هنعمل ايه. طيب يلا يلا كل واحد يركب عربيته ويروح على المحكمه بقى. ماشي يلا بينا. بابا استنى استنى يا لهوي. يلا يا جماعه يلا. تفضلي تعيطي كده طول الطريق. ايوه. اهلا اهلا يا دكتور محمد. اهلا، هو ده بقى صاحبي اللي شغال هنا في القسم، قصدي يعني القاضي، ده القاضي اللي هيعمل المحكمه. ايوه صاحبه. لا مش صاحبي، انا ما قلتش صاحبي، وانا قلت صاحبي ولا ايه؟ لا 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 انت اكيد بس مش مركزه النهارده صح ولا ايه يا جماعه؟ انا قلتش صاحبي. ايوه ما قالش صاحبي. طيب يمكن اترشوا بعدين، انا ما بكلمكش انت. طيب يا ايمي براحتك. لو سمحت ما تقوليش يا ايمي، قولي يا مدام ايمي، انا مش مراتك. طيب خير، تقدري تتفضلي جوه يا مدام والبنات ممكن تروح معاها. طيب اوكي انا حلتها صابه. تقلي يا ايمي تقلي. اوعي انت، مين انت يا حبيبتي؟ امشي بس. يلا طيب اوكي هروح معاهم. ماما طب انا عايزه اروح. روح يا حبيبتي. اوكي ماما. هي دي ولا ايه؟ انا مش عارف شكلها قضيه حقيقيه ولا انتوا في ايه، مش فاهم يعني انتوا بتعملوا مقلب. بص هو مش مقلب بس مقلب يعني، احنا هي تقريبا عامله فينا مقلب، فاحنا عايزين نقول لها ان اخرتك المقالب دي الطلاق وكده، بس انا حاسه ان هو مش مقلب. بس يا جماعه دي بتتكلم بجديه يعني، مستحيل يبقى حد بيعمل مقلب ويتكلم بالجديه ديت، اول مره اشوفها. ما انا بقول كده يو انا زهقت. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز ارجع لها ذكرياتها، او عايز نعيش زي ما كنا عايشين. وانا والله انا تعبت، انا اصلا مش فاكره انا كنا بنعمل ايه، وانا يعني كانوا بيعملوا لي ايه وانا فقدت الذاكره، اكيد مش فاكر. وانت قعدت كام سنه في المستشفى عبال ما رجعوا لك؟ انا خايف من كده. وانا والله انا مش عارف، قعدت تقريبا 6 سنين، لا استنى 8 سنين، مش عارف بس قعدت كتير. طيب يعني انا اجيب دلوقتي ورق مزيف ولا حقيقي ولا ايه بالظبط؟ لا مزيف، انت هتطلقهم ولا ايه؟ بعد الشر عنهم، دول حبايبي. طيب ايه ده اللي عايز يطلق ولادي دول؟ ولادك؟ بنتي من امرأة من جوزها يعني. طيب هجيب ورق. طيب ما تزعلش يا محمد، هي هترجع زي ما كانت، ما تزعلش. ما انا عارف انها اكيد هترجع زي ما كانت، لانه فقدان ذاكره مؤقت. بس مؤقت لقد ايه بقى؟ 20 سنه ده ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي. ايوه والله الحاجه الوحيده اللي انا مش فاهمها لغايه دلوقتي، انتوا ازاي متفاهمين قوي كده؟ مش فاهمه؟ يبقى انت حمار على طول، لان احنا بنقول لك بقى لنا 50 ساعه انا وهو اللي متفقين على الحكايه ديت عشان ايمي ترجع لها الذاكره. جبت الورق. طيب مزيف متاكد ولا ايه؟ هتخليهم يتطلقوا ويخرب بيت ابوك؟ ايه لا انا تعبت قوي.
انا مش فاكره حاجه، انا مش عارفه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. امشي ورا كلام جوزي ولا بابا؟ مين اللي صح فيهم؟ اه صراحه باباكي غلط، يعني المفروض تتجوزي، وجوزك انت وهو كنتوا عايشين حياه حلوه، يعني ما كنتوش بتتخانقوا. وانا اش عرفني اصدقك ازاي؟ كنت مين؟ كنت اخت جوزك. طب ما هو اخت جوزي اكيد هتدافع لجوزي. وانتي وصلي كده ليه؟ انا مش عارفه. لا بصي بقى، هلوست الهمل دي وهلوست دماغك ما تلاقيهاش عليا، انا اصلا مكنونه لوحدي. بس يا ليسا ماما، ده بنتي مش فاكره انا. انا مش فاكره انا مين، انا مش فاكره انتم، انا مش فاكره حاجه، انا تعبت بجد. معلش هتفتكري ان شاء الله. طب مش فاكره اي حاجه؟ طب ايه اخر حاجه فاكراها؟ مش عارفه، مش عارفه، انا مش فاكره حاجه، مش فاكره حاجه خالص، ولا فاكره مين ماما، مش عارفه حتى ده بابا ولا لا، مش عارفه مين بيضحك عليا مين مش بيضحك عليا. طب اهدي بس وكل حاجه هتتحل. طب ما تحاولي كده تفتكري، يمكن لو حاولتي تفتكري الامور كلها تتحل. افرضي كان كلام بابا اللي صح، وبعد ما مشيت ورا جوزي، لو ده كان جوزي وانتوا كنتوا فعلا اهلي وكده، ومشيت ورا كلامه وطلع كلامه كذب وبابا اللي كان حق، اعمل ايه؟ مش عارفه بصراحه. طب لو العكس، لو بابا هو اللي كلامه غلط، لو بابا اللي كلامه صح وجوزي كلامه غلط، انا مش عارفه انا بقول ايه. يا لهوي بصي يا بنتي، اوعي بقى كده، انا مش عايزه اكذب عليكي من الصبح بقى كلهم عمالين يكسبوا عليكي وانا مش بحب الكسب، الكسب تقتوي. المهم بصي يا حبيبتي، كله بيضحك عليكي، انت يا حبيبتي كنت شغاله فلاحة في مزرعه. بس بقى انت ايه؟ بس الفا عايزه اختلع لها حياه كتيتة، يمكن لو اختلعت لها حياه كتيتة تفتكر حياه كتيتة. سكتوها بقى. اسكتي يا ليسا. ماما ارجوكي ما تسيبينيش. ماما بجد لو سبتينا مش هنلاقي حد نقعد معاه. انت ازاي مش فاكرين انا هيجري لي حاجه بجد لو سبتيني؟ ازاي تسيبيني؟ معلش انا مش عارفه، مش عارفه، مش عارفه انت مين. انت انا بنتك، ما يمكن جاي بين حد يمثل عليا ان انت. انا مش عارفه انا زهقت، وانا مين، انا فين، انا هل انا اسمي امي فعلا؟ يا ربي. رجلي يا استاذ عمر، يا استاذ عمر عليا الطلاق. انت مش رجلك ما فيهاش حاجه. اسكت انت عشان افهمك، انت مش انت اللي حاسس. عمر انا حدفتك على دماغك، بطل بقى هبل. صح دماغي، يبقى رجلي مش وجعاني. صح انا افتكرت دلوقتي، دماغي يا حبيبي. لحقيني. معلش معلش. يخرب بيت ابو غلستك. عمر عايزه ايه؟ مش انت مش بتحبيني ورميتيني؟ يا استاذ عمر دي مستشفى مش فرح امك. بس يا لعيب. معلش بقى يا عمر، يعني اعمل ايه يعني؟ اتاسف لك؟ بص عمري كرامتي ما تسمحي ان انا اتاسف لك، ولعلمك حتى لو باباك عرف هيقول عادي. عادي ده في المعادي يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. يا حبيبي انت كل كلمه اف فيك بتاثر في قلبي. مش بتعرفي كمان تقولي كلام رومانسيه؟ ما هي بتتقال كده. مع كل كلمة انت بتقولها بتجرح قلبي. ما تبطلوا انتوا الاتنين. لا مش قصدي والله، بس خطيبي بيقولها لي. انت ايه؟ خطيبي. ما قالكيش خطيبي ده بيحبني موت. طيب عرفنا جاتك نيلة انت وخطيبك. كل ده عشان ما قلتلكش ان انت حلو. يا رجلي، يا ايدي قصدي. هو ايه اللي وجعني؟ كذاب. راسي صح راسي. يا راسي. طب يلا نروح يا عمر. عن اذنكم بقى. يلا نروح يا عمر. حاضر. سلام يا ندود. سلام. سلام ايه؟ انا رايحه معاك. ها بقى حسابك كده كام؟ حسابي 1800 جنيه و500 جنيه ترويق و200 جنيه تنظيف. ايه ده ايه الكواليتي ده؟ يعني في الاخر كده الحساب كله 5000 جنيه. ازاي حسبتيها 5000 جنيه اول حاجه؟ تاني حاجه ما ينفعش انت اصلا ما عملتيش حاجه، انا خليتك تغيري اوان تحلكي حكاتك كده وبس. يوه انت مش عايشه بقى ولا ايه؟
لا بقولك انت مش عجوزة جاية مصر تتفشخري عليا. لا لا ده انا برضو من اهل مصر، ده اهل مصر دول يقدروا يوردروكي العجب يا حبيبتي. يو انا ما اتريقتش على فكرة. يو قعدتيني خلتيني بقول يو ايه ده. معلش بقى، ما هو اللي يتعود على حد يتقلد كلامه، ما انا بقالي معاكي ساعتين طلعتي عيني. خلاص خلاص خلصيني، عايزه كام؟ كام؟ مجرد بس 2500 جنيه زائد 2500 جنيه، ودلوقتي كده جالي في دماغي ان انا ازود 500 جنيه ضريبه. ضريبه؟ ايه اللي استقبعتها؟ انت بتستقبطيني ولا ايه؟ انا ما اقدرش يا ست الكل استعبط مين بس. لا 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 لا، ده انا باخد من البيوت بره 200 جنيه، انما انت عشان ستي طيبه وحبيبتي وقلبي وليكي غلاوه كده عليا هخليها لك 5000 جنيه بس. ايه ده فرق كبير. ايوه فرق كبير قوي، شفتي انا بحبك وانت عزيزه عليا ازاي. والله ميرسي. طيب طيب هكتب لك 5000 جنيه وخدي 500 جنيه كمان سياتا من انت. طيب ماشي، شكرا يا ست الكل. الافو دي واضح ان العربي عندها بايظ والدماغ عندها لسعه. يلا يا عمر وروبوتك نور البيت. هو البيت اتغير مش عارفه، المهم ادخل يا عمر روبوتك نور البيت. اه يا دماغي ما عندكش دم والله. معلش بقى. طيب ايه ده، انت فاكره نفسك داخله فين يا حبيبتي؟ ده مش فرح مامتك. انت خدتيها من الدكتور؟ بره بقى يا ندى، بره بقى. اطلعي بره يا ندى. معلش انت بتطردني؟ لا مش بطردك، نبقى نتقابل على كافيه، قصدي نتقابل في المستشفى. اه ماشي يا عمر ماشي يا عمر، اطلعي انت بره بقى، خلصين منك. اه راسي، لا البيت اتغير فعلا. اه يا راسي. عمر ما تهربش. اه يا راسي شفتي، اه خدامه مزه هنا، قصدي خدامه وحشه هنا. ايه يا استاذ ده، انت حد قالك تبقي مزه كده؟ عمر خلاص انت ما بقاش حد قادر عليك ولا ايه؟ انت ماشي تعاكس بطوب الارض يعني ولا ايه؟ طوبات الارض لو سمحت، طوبات التاء المؤنث. قسما عظما يا عمر لو شفتك بتكلم بنت تاني. لا قسما عظما. طلقيني بقى، ايه رايك طلقيني؟ احلفي بالطلاق، احلفي بالطلاق والله، احلفي بالطلاق. بس يا عمر بقى خلاص يا ديلي، عارفه ان انا بهزر يا حبيبتي، طبعا انت احلى واحده عندي وغلاوتك عندي بالدنيا كلها. يا يا يا, يا, يا بقولها ايه؟ يا قلبي قولها يا قلبي. يا حياتي قلت لك قولها يا قلبي. معلش يوه ما تحرجنيش. معلش بقى. لا بصي محن والكلام ده مش قادر، انا بتكلمي مع احمد شويه. اقعدي يا حبيبتي اقعدي يا قلبي. ماشي خلاص مسامحاك. هبله والمصحف. بس انا قمر بجد موزه. ايه ده باكل موز. تاكلي موز على الفطار النهارده؟ احنا صايمين. اما انا بقول على الفطار. طيب ماشي ان شاء الله. هتجيب قد ايه؟ كيلو كيلو ونص. ايه ده دايت. ربع كيلو؟ لا ربع كيلو قليل قوي. هجيب لك 3 كيلو. حلو خلاص ركعت. خلاص ايه ده عمر وليلي جيتوا؟ اه انت اللي عامله كل ده في البيت؟ اه انا. المهم خدي يا حبيبتي 5000 جنيه يا حبيبتي. او ماي جاد ميرسي جدا، مش عارفه اقول لك ايه. 5000 ايه؟ 5000 جنيه يا حبيبي. ليه؟ نضفت الشقه كلها، نضفت القصر كله. ايوه لسه كنت هعدل لك ان هو قصر مش شقه عاديه. الشقه العاديه بقول لك باخد فيها 200 جنيه عشان انت بس عزيزه عليا خدت منك 5000 جنيه. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه مع السلامه. سلام يا حبيبتي، يلا بسلك للباب يا حبيبتي. تعالي تعالي، والله انت كريمه، عمري ما شفت حد كريم زيك كده. وشكرا قوي. سلام يا حبيبتي، سلمي قلبي، سلمي مع السلامه يا حبيبتي. عن اذن فضل يا قلبي. نرجع بقى لقمر وليلي ونقول لهم ايه اللي حصل مع محمد وايمي. ازيكو؟ الحمد لله. ايه اللي حصل بقى في المحكمة؟ محكمة؟ اه صح المحكمة. ومحمد وايمي هيتطلقوا بجد؟ يوتو ما تعرفوش ولا ايه؟ دولهوا المحكمة خلاص. طب يلا قولي لي بسرعة. يلا. اميلة بتعيط ولا اكنها عارفة ان هو مثلا بيعملوا عليها حركات والورق مزيف. في ايه بقى؟ خرمتي ودني. المؤثر مؤثر. بطلي يا نانسي. ها يا مدام، متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا ايه؟ اه متأكدة. انا مش عايزة اعيش معاه. ولا اقولك استنى استنى، انا مش متأكدة، انا مش عارفة. هو انا متأكدة ولا لا؟
ها يا بابا، انا اعمل ايه؟ مش عارف، ده قرارك انت في الاخر. امي انت مش حاسه ان المقلب طول قوي؟ مقلب طول قوي، انت ما زهقتيش من المقلب؟ مقلب ايه؟ هو انا كل ما اكلم حد يقول لي مقلب؟ زهقت كل ما اكلم حد يقول لي مقلب مقلب. انا مش بعمل مقلب، انا مش عامله حاجه. انا زهقت. طيب ما تعيطيش بس. ايه ده؟ عيط يا لهوي. مش قادر هضحك. نفس عميق شهيق وزفير. انا مش عارفه انا بضحك ليه اصلا، هو المنظر مؤثر ولا هو انا قلبت معايا ولا مشاعري طفحت ولا ايه؟ طب هروح اكمل. يا ايمي، انا جوزك، مستحيل اسيبك. ازاي مش فاكراني؟ انا مش فاكره نفسي، مش فاكره نفسي. طيب اهدي، مش عايزين ضغط عليكي، واضح قوي انتوا كلكم بتفكروا في نفسكم بس. هنعمل ايه يا مدام؟ اطلق ولا لا؟ انت صايد في الزيتة ولا ايه؟ اسكت. هو ينفع نأجل الكلام لبكرة؟ انا تعبت. نأجل الكلام لبكرة ولا ايه؟ او النبي، ايوه نغسل خلاص. يا عم تنتي، ايوه الدموع خلاص هتنشف، مش عارفة عيط اكتر من كده. خلاص ما تعيطيش. طب وانا دموعي خلصت، دي كده بقت مية خلاص. طيب خلاص، اللي دموعه تخلص ما يعيطش. ده انتوا مش عارفة ايه الدراما اللي انتوا عاملينها دي. خلاص يا كما سيبوا ايمي اتوني كده. ايمي تعالي نلوه، الاقيك دلوقتي نلوه وتيجي بكره نكمل القطيه. اتي ايوه والنبي، انت اكتر واحده صالحه في الموضوع. طيب تعالي معايا. دي فقده الذاكره بجد. وانت يا عم الحاج انت بتعيط ليه؟ انت سحبت عليا قوي. طيب خلاص يلا يا جماعه نروح. ماما يا حاج انت ضايق وزته ولا ايه؟ مش هنطلق احنا يعني، ده مش طلاق ولا ايه؟ يا ستي مش هنطلق. الحمد لله انا دخت والله، من كتر التفكير مش فاهم ما بقاش مقلب ولا مقلب. احنا كمحمد ومحمد عاملين مقلب في ايمي، او مش مقلب في ايمي، بنحاول نخدع ايمي عشان تقول ان هو طلع مقلب ولا لا، بس واضح كده ان هي فاقده الذاكره بجد ومش عامله مقلب فينا. يا حرام. طب يلا يا جماعه نرجع بقى، انا تعبت اقسم بالله منكم. طيب هنمشي ونرجع لك بكره لو فضلت على الحال ده، او مش هنرجع لك تاني، كده مش عايزينها نتطلق احنا. طيب ماشي. عملتوا ايه؟ انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا في فين؟ كنا فين يا ليلي؟ في المستشفى. كنا في المستشفى. ايه ده بابا انت بتعيط ليه؟ انت عرفت ايه اللي حصل لي؟ لا يا مجنون انا مش هعيط عليك. ايه ده؟ معلش، امال بيعيط ليه هو؟ اصل ايمي فاقده الذاكره بجد وطلع مش مقلب. مقلب؟ وانتوا كنتوا فاكرين مقلب؟ لا اله الا الله بقى. لا بص، انتوا اصلا جايين متاخر. ايه اللي رابط دماغك كده يا ابن المجنونه؟ بابا شفت ايمي بتعيط. يلا يا ليلي نمشي. انا هقول له تعالى. والنبي يا ليلي اجيب لك شوكولاته. هي مش انا، شفت انا عارفه الرد، انا مش نانسي. ايوه فعلا انا مش نانسي. طب اعمل لك اي حاجه؟ لا هقول له. ليلي وحيات امك ورحمه امك، ابعد بقى عني يا عمو. طب بص انا مش هضغط عليك دلوقتي، لما تهدى كده هقول لك. يا حبيبتي يا قلبي يا ليلي يا قلبي يا صغنطت انت. امشي بقى، انت كداب اصلا ومنافق وتقول الكلام ده عشان ما اقولوش. انت عرفتي ازاي؟ امشي بقى. يلا يا جماعه نرجع البيت دلوقتي، مش عارفه. يلا اوعوا بقى اوعوا بقى. ادخلوا تعالوا. هو انت ماما؟ ايه ده، هي لسه ما فقش ولا ايه؟ لا. طب معلش يا حبيبتي، فين الباقيه ليسا؟ الباقي بره يا مامي، بس مش عارفه هما بيعملوا ايه، فانا هات ايمي من العربيه وطلعنا عشان ما تتهس بقى وتلف كده. طيب تعالي يا ايمي تهلي قوة. تعالي. هو انتوا مين؟ طيب احنا، انا مامة شوليا وهي اخت شوليا. جوليا. بس انتوا مالكوش علاقه بلون شعرها. يوه سيبك من موضوع لون الشعر بقى، تعالي تهلي يا حبيبتي. طيب ماشي تعالي. انا زهقت. اهدي يا حبيبتي وكل حاجه هتكون كويسه. ما لسه متأكدة يا طنط؟ ايوه متأكدة يا حبيبتي، متخافيش. اقول لك على حاجة، ريحي شوية فوق لهيتم. هما بيعملوا ايه يا ليسا؟ مش عارفة يا مامي والله، بس ايمي سيبان عليا. طيب مش مشكلة، ايمي اطلعي احسن ريحي فوق وكده، ولما هما ييجوا هقول لهم انتي طلعتي تريحي شوية. متأكدة؟ ايوه. طب هو البيت اتغير ولا انا بقى بيجيلي فقدان ذاكرة للبيوت كمان؟ ايه لا انا غيرت البيت. يلا يا بنتي يلا اطلعي، ما تخافيش يلا.
هنا تحت لو عايزانا لننا ولا تسلي ولا اعملي اي هاك. ان شاء الله مش لما افتكر انا مين. طيب ماشي. اسهل لو يا ليسا. ايوه يا مامي. ايوه يا مامي يا حبيبتي. في ايه مامي؟ نعم تعالي طلعيها سنهلام، بس هتقلف تطلع لوحدها. اوكي يلا يا ايمي نطلع. يا لبي استنى الباقي بقى. يا جماعة انا مش عارف هي راحت فين. اهدى اهدى ما تهفس، هي جات هنا. جات فين طب وطلعت ازاي ومع مين ولوحدها ازاي؟ لا لا ليه سكبتها. طيب الحمد لله. هو انتوا بقيتوا كويسين فجأة ولا في حاجة غلط ولا ايه؟ احنا طول عاملنا كويسين. انت كمان هتنقل هلنا؟ لا لا اهدي ايه الصوت العالي ده؟ في ايه؟ بالراحة حبيبتي بالراحة يا ماما بالراحة قلبي. طب وبعدين يا جماعة الحل اللي احنا عملناه منفعش. عملتوا ايه؟ ماما لسه مفقدة الذاكرة. يا لهوي كولتا انا صحيت مش عارفة هنعمل ايه يا جماعة احنا. طب ما هي فين دلوقتي اصلا؟ خليت ليسا تطلعها تلاقيها سوية، لان ممكن لو لاقيها سوية تفتكر يعني ولا حاجة. طب صحيح احنا زي ما فكرناش ان احنا مثلا نجيب لها مثلا حاجات بتحبها او ذكريات او صور او حاجات من دي. صور ايه؟ هو احنا في كرتون يا بابا؟ احنا في كرتون بس يا ماما. احنا توكا بوكا يا ريتنا كرتون. احنا توكا بوكا. اه صح ده توكا بوكا بتعمل حاجات ممكن الكرتون ما يعملهاش. طب بتخرسي بقى. اوكي لا لا مش هنجرب، خلينا نجرب. طب نتريح شوية. وبعدين هو ايه اللي حصل في البيت؟ وانا كمان جالي فقدان ذاكرة. لا دي طنط مونيكا بس حطت ايديها فيه. عملتي ايه؟ جبت هدامة ب5000 جنيه بدل 200 جنيه. اصلا قالت لي عامله لي هصم. انا عملت لكم هصم. خصم؟ لا هصم. ما هو قولي كده عملت لنا هصم مش خصم. معلش بقى بس كده بقى شكله اهلا. طب امشي من وشي بقى عشان انا مش فايقلك اصلا. طب يلا نقعد بقى يا جماعه جوه، مش هينفع نفضل قاعدين كده. امال في الليله دي كلها واللمه بتاعت الليله دي كلها فين مامة ايمي؟ ما فكرتش تيجي تبص عليها؟ ايه الام الوهسه دي؟ لا دي عندها برد. عندها برد ما شاء الله. بتقطس يعني؟ ايوه بتقطس. بتقطس؟ ايوه بتقطس. يا لهوي طب وبتقطس ازاي؟ دي ممكن تكون كورونا يا حبيبتي. اقفلي ام موضوع القرف العيا ده يا حبيبتي. احنا دلوقتي في ايه وانت في ايه؟ طيب طيب هلأ اسفه. ماشي. وبعدين هو انتوا مش كنتوا نازلين من هنا؟ المفروض بابا متخانق مع محمد اللي صالحكوا وبقيتوا حبايب الحبايب كده. يا اختي يا اختي ادخلي يا انجي واحنا على فايبك الموضوع. ادخلي يا بنتي. طيب يلا يلا ندخل يا جماعه. يلا فهمتي ولا اجين بليز؟ لا اخر حته اخر سيكه كده اجين بليز عشان مخي وقف فيها بس. يا لهوي يلا عايز افهم ده انتوا ايه ده. حاضر. طب على فكره يعني انا وليلي واقفين بنفهم برضو، فيعني انا ما فهمت ما انا فهمت وانا فهمت الواضح ان المشكله في الايرور عند إيه انجي. طيب طيب مش مهم انا عندي ايرور ما لكوش دعوه بقى احكي. انا حكيها 4 مرات. يلا والخمسه عادي الخمسه ثابته ان شاء الله. هي مش كانت الثالثه؟ الخمسه ثابته. انجزي يا انجي. محمد محمد فين يا محمد؟ مالك ايه في ايه بتصوتي كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه محمد الحقني بسرعة. في ايه انت؟ وبعدين انت افتكرتيني اهو. في ايه محمد؟ انا عملت حادثة. انا فين؟ انا زيكة البيت. حادثة؟ انت رجعت لك الذاكرة ولا ايه؟ ذاكرة مين؟ انا ما بهزرش. اهدي بس اهدي اهدي انا فهمت كل حاجة دلوقتي. فهمتي فهمني ما تصوتيش. طب فقعتلي ودني. اهدي اهدي بسم الله. في ايه يا بنتي اتلبستي؟ انا خايفة. في ايه؟ اصبري بس اصبري. مش انا واقف معاكي؟ واقف. فين ماما؟ فين بابا؟ ما مامتك عندها برد وباباكي تحت. طب بسرعه ننزل انا خايفه قوي. في انا فين؟ فاكريني انا مين؟ انا محمد جوزي الاهبل. انا اهبل؟ اخس عليكي حبيبي. طب يلا ننزل. طيب تعالي انا هفهمك كل حاجه. يا لهوي يما حبيبتي الحمد لله على سلامتك. بابا في انا مش فاهمه حاجه. محمد قال لنا ان رجعت لك رجعت لك الذاكره. ايوه رجعت لها. في ايه يا جماعه؟ انا خايفه. بعد ايه؟ هو النهارده ايه؟ النهارده التلات. احلف. ايوه النهارده التلات. ازاي؟ انا كنت فاكره ان النهارده السبت. لا بالله اخواني لا تقولوا ان فاتني حاجه. صح والله انا حسيت انا حسيت فاتني حاجه. صح فاتني العمر كله صح؟ للاسف. ايه فاتني ايه بقى؟ يا جماعه النهارده ايه؟ ما قلنا لك النهارده التلات.
ازاي انا في اخر حاجه فاكراها ان النهارده كان السبت وانا كنت نازله اعمل مقلب محمد مقلب موت البيبي. الحمد لله على اللي حصل لك كده كده الحمد لله يعني. طب انا حصل لي ايه والدبس عمر كده جبس راس عمر ايه اللي حصل؟ طيب انا مش فاهمه حاجه. يا اختاه انت عملتي حادثه وفقدتي الذاكره مؤقتا. مرمطتي ابونا مرمطتي ابو اللي جابونا في الصيام في الحر في العطش. خلاص خلاص اسفه اسفه. بس يا ابني حرام عليك بقى. انا كمان انت عملت ايه؟ ماما انت كنت هتتطلقي يا حبيبتي. نعم وصلت بيكي للطلاق. كنت فاكره نفسك ملكه. ايه ده وايه اللي حصل؟ المهم الموضوع عدى على خير وانت رجعت لك الذاكره. طب فاكرانا مين بقى ولا ايه؟ ايوه فاكرك. طب انا فاكراكي كلكم. خلاص فين ماما؟ مامتك عندها برد. برد؟ عندها كورونا. برد كورونا برد. طيب برد. طيب يعني انا دلوقتي كويسه ولا ايه؟ كويسه. اه صح. ايه بنتي بنتي كويسه بنتي بنتي كويسه كويس. اهدي يا ماما اهدي يا حبيبتي. في ايه؟ ما احنا كلنا واقفين اهو كلنا كويسين وانت كويسه برضو الحمد لله. طيب عدت الدنيا على خير؟ عدت على خير مع اني مش فاكره اللي انت بتقوله ده خالص. انا عملت كل ده بس. لا ده انت روحتي المحكمه. احنا من ساعه كنا في المحكمه ولا من ساعتين؟ من 3 ساعات. من 3 ساعات كنا في المحكمه. والله كنا بنعمل في المحكمه بتتلقوا يا حبيبتي. طب هو انا كنت في فقدان ذاكره لدرجه ان انتوا تغيروا البيت وتغيروا كل ده وفي ايه اللي حصل؟ لا دي ماما هبت تهير ديكور الاوضه. الاوضه القصر كله. طيب الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا اللي ما تسهلش. ده ما يستاهلش خالص. ما دام بقى كله بقى فريش وفرافيش انا لازم احكي لكم اللي حصل. يلا يا حبيبتي. ايه عملت ايه يا ولا؟ وانت مالك انت ندى؟ قصدي ليلي. ليلي يا حبيبة قلبي بتتلخبط كتير. ها يا ابني مين ندى؟ ولا حد يا بابا. المهم هعديها المرة دي. الباشا اتصرمح مع ندى واتصرمح مع سالي. بس لأ سالي محترمة بتحب خطيبها. ايوه بتحب خطيبها قوي. فين احمد؟ انا قدامك يا حولة. صح بتحب خطيبها قوي. بصتلي ليه؟ مش عارف. المهم اتصرمح مع ندى. كانوا قاعدين على الكنبة لما كانت فوق هما الاتنين. هي بصله بحب وهو بصيص لها بابتسامة والاتنين عمالين يعكسوا في بعض. اطلع اتفاجئ بالمنظر. رحت زق عمر من الشباك. ما جبتيش سطور ليه؟ اعمل ايه بالسطور؟ افتح دماغه على طول المرة الجاية. ايه الحمد لله. طيب ما انت دماغك ما حصلهاش حاجة. لا مربوطة. يا دماغي. طيب عدى الدنيا على خير؟ قلناها 100 مرة الحمد لله الحمد لله عدت الدنيا على خير. طيب ينفع ننهي الفيديو؟ فيديو ايه؟ الفيديو اللي مفتوح. في فيديو مفتوح؟ ما هو اكيد بقالكوا 4 ايام ما عملتوش حاجة. ما فتحتوش الكاميرا وما قفلتوهاش. فهي اكيد بتسجل من يوم مقلب موت البيبي. والله والله. لا بقى انا مش فايلكم. انا بقالي يومين بايت معاك ولا 3. انا مروح. باي باي يا بابا وسلمي على ماما. ان شاء الله يا ياسر ما تعرفش ايه اللي حصل لك. طب اوعى تقولها لحسن تتخض. قولها بعد الفطار. اوكي يلا ننهي الفيديو بقى. بس يا جماعه رجعت لي الذاكره. يا لهوي ده انت قلفتيني يا ايمي كده. الصراحه راحه يعني. برضو احنا كنا الخدم بتوعك يا جلاله الملكه. والله اسفه يا جماعه. والله يعني اكيد ما كنتش في وعي. انا بحبكم كلكم. اوكي حصل هير. المهم بس كده يا جماعه ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. بص بقى انا هقولها بطريقتي بس. تضربوا لايك وتشعللوا الجرس وتعملوا الفيديو تنشروه عشان يوصل الفيديو لالمانيا. يا شيخ اشمعنى المانيا؟ عشان راجعين المانيا بعد رمضان. لا ايه كله الا المانيا. اصح انت اتجننت ولا ايه؟ عايز توديني المانيا؟ ايه في ايه؟ انتوا هتاكلوني ولا ايه؟ الحقي بقى لمي خطيبك يا نانسي لحسن بيتعلم من عمر. ايه صح انت عايز تروح ليه؟ ها عجبتك هايدي وصحابها بقى صح؟ فاكرهم ولا نسيتهم؟ هايدي ايه؟ لا ما كانش قصدي هايدي. كان قصدي عشان انجلينا يعني وعشان عيلتها. ايه لا كده كده انا هرجع المانيا حتى لو لوحدي او مش لوحدي بعد رمضان. انا راجعه المانيا.
يا لهوي كده كده احنا معاكو، احنا لاقين معاكو، انا ومامي لاقين معاكو. خلاص بابي في الهرب بيهالب بقاله 600,000 سنة بلهته بقى. طيب ماشي، هو انتوا اللي بتحاربوا ولا مين اللي بيحارب؟ مالكش دعوة بقى. طيب ماشي، احنا كنا بنقول ايه؟ بس كده يا جماعة، سلام.